هو أنا يعني لسه صغيرة قوي، أو نسبيا صغيرة، بس بصراحة أنا اتخضيت قوي أول ما شفت أول شعرية بيضة في شعري. كان نفسي يطلع بيتهيألي أطلع بحلم تطلع الشعرية مش بيضة، بس للأسف ما حصلش. بس على فكرة أنا ما سبتهاش، أنا شدتها من قدرها. عن نفسي مش فاقدة الأمل، حاسة إن مهما العمر عدى ممكن برضو في أي لحظة لقي نص التاني. ساعات بقول لنفسي حتى لو عديت سن اليأس برضو عادي، ممكن أتجوز. زمان كنت متخيلة إن أنا في أمل لحد سن الـ30، كنت فاكرها بعيدة. وصلت لها وعدتها ولسه ما اتجوزتش. بس يعني مفيش مشكلة، أنا برضو لسه جوايا عندي كده عندي أمل. الأمل هو الحل، الصبغة هي الحل. أنا شخصياً بخلط 3 ألوان مع بعض، بس ده مجرد حل مؤقت. أنا عارفة جوا نفسي إن ده حل مؤقت مش أكتر. حاسة إن أنا عايزة أعمل حاجة بس مش عارفة إيه هي. ما هو مش معقولة يعني كل التفاؤل دوت والثقة اللي معرفش عاملة إزاي هتهزهم حتة شعرية بيضة. الأمل هو اللي مهزوز، بيجي ويروح، إنما أنا ثابتة على موقفي. أنا عجباني كده، إيه المشكلة يعني؟ بس الحمد لله إنه ما بيروحش خالص، وإلا تبقى كارثة. عايزة أعيش عمري بحرية ومحدش يحاسبني، نفسي أشوف الكون بعينيا باللون اللي عاجبني. عايزة أعيش عمري بحرية ومحدش يحاسبني، نفسي أشوف الكون بعينيا باللون اللي عاجبني. عادي الدنيا فاتحة الباب قصادي، ضيعت ياما وقت عالفاضي من غير ما أعيش. عادي الدنيا فاتحة الباب قصادي. عادي بعد سن اليأس. واحنا يعني لازم نتجوز علشان نجيب عيال؟ مش ممكن نكون بنتجوز علشان نسند بعض لما نكبر ونعجز ونعيش لنا يومين حلوين ينسونا سنين الشقا؟ على فكرة دي كانت نص شعر. يمكن لو الأمل راح خالص أستريح، يعني هبطل أدور، هبطل أستنى. يمكن بس الناس مش هترحمنا. هبقى لا اترحمت منهم وأنا مش متجوزة، ولا سابوني في حالي بعد ما اتجوزت. مجرد لعبة يخسرها يكسبها، أنا شايفاها بسيطة وسهلة لباسها صعبها. الدنيا دي مجرد لعبة يخسرها يكسبها، أنا شايفاها بسيطة وسهلة لباسها صعبها. عادي الدنيا فتح الباب قصادي، ضيعت ياما وقت عالفاضي من غير ما عيش. عادي الدنيا فتح الباب قصادي، ضيعت ياما وقت عالفاضي من غير. ايه أصلاً لحد دلوقتي دي؟ لسه بدري. إن شاء الله ربنا يسهل. ما لقيتش شخص مناسب، لسه ما قابلتش الشخص اللي يقنعني. يعني ما لقيتش راجل كده يحتويني يحسسني بالأمان. عادي يعني، أصلا كلهم معفنين بلا وكسة. علشان اللي عايزني أنا مش عايزاه، واللي أنا عايزاه ببقى مش على باله. نصيب، لأن المجتمع بيبص لحاجات تانية غير شخصيتي. لا طبعا مش ندمانه، هندم على ايه يعني؟ اصلا انا لسه صغيره. مين انا؟ انا زي الفل، ما بندمش على حاجه. هندم ليه؟ قعدت الخزانه ولا جوازت الندامه؟ مش ندمانه.
لا طبعا مش ندمان، لاني عايشه حياتي براحتي جدا. والله انا عادي يعني، ما عنديش مشكله ومش حاسه بحاجه. يمكن بس ازمتي في الناس، الناس هي اللي عندها مشكله، عندهم ازمه، تعبانين يعني. ومشكلتي الوحيده ان هم طول الوقت محسسيني ان انا عندي مشكله. في يا جماعه عادي يعني، مفيش حاجه يعني، انا زي الفل. المشكله يعني عادي. المشكله بس لما بقفش امي وهي عماله تصح عياط لوحدها في الاوضه، خايفه لا تموت وتسيبني لوحدي. الموضوع ده بيقتلني، تفضل شايله همي، وده شيء بيوجعني جدا، بيحسسني ان انا عايزه اهج من البيت ومن الشارع ومن الدنيا كلها. بالوحده، حاسه بالوحده. ما عنديش مشكله، مش هموت على الجواز اصلا يعني، لاني حاسه ان الجواز ده ايد. يعني في البيت صعبانين عليا لانهم عايزين اتجوز، نفسهم يفرحوا بيا. مش هنفرح بيكي بقى؟ قال يعني هما كده زعلانين بيا ولا بقى بتطلع منهم كده يعني، من قلبهم الناس تعبانه قوي. لا لا ما ينفعش كده، مش تشدي حيلك. نفسي اعرف ايه هو حيلي ده اللي شده. عقبالك يا حبيبتي، خصوصا بقى لما بتكون واحده اصغر مني. ها مفيش حد في السكه؟ طبعا مع ضحكه لزجه كده. هما الرجاله عميوا ولا ايه؟ ربنا يرضى عنك ويكرمك كده هو بابن الحلال. يعني هما المتجوزين اللي ربنا راضي عنهم، وانا اللي استغفر الله العظيم. شدي حيلك. ها مش هتتجدعني كده بقى؟ يعني اعمل ايه يعني؟ ها اعمل ايه يعني؟ خدي بالك، اوعي تفتكري ان انتي هتفضلي حلوه وصغيره كده على طول. خدي بالك، الحمل في العشرين غير الحمل في الثلاثين خالص، ويا لهوي لو دخل عليك الاربعين. يا مدام، يا انس، يا استاذه، خليكي منشفه دماغك كده لحد ما تكبري وتبقي لوحدك. لما صاحبتي الانتيم اللي احنا متربيين مع بعض يعني، خافت على جوزها مني. لما اخر واحد اتقدم لي وامي علشان تقنعني بيه يعني وتخليني اتحمس ووافق، قالت لي يا اختي يعني شحت وبيتأمر. لما أختي الصغيرة اعترفت لي إنها ندمانة إنها اتجوزت، وإن أنا أصلاً كنت السبب في جوازها علشان خافت تبقى زيي. صحابي طول الوقت بيحسسوا عليا كأني على راسي بطحة يعني، لدرجة إن واحدة صاحبتي خبت عني هدية الفالنتاين مع إنها حاجة عادية جداً يعني. أكيد أنا نفسي يكون في حد في حياتي، مش عايزة أبقى لوحدي، بس ألاقي حد أحبه ويحبني أكيد هتجوزه. يعني هو أنا كنت لقيت حد على الطلا يعني وقلت لأ؟ غيرش بس اللي بيتقدموا لي كلهم أشكال ما يعلم بها إلا ربنا. أنا مش عايزة أتأيد. هو أكيد في حاجة غلط بس أنا مش قادرة أعرفها. مش عارفة يعني، جايز أكون ندمانة إني لسه لوحدي لحد دلوقتي، جايز، بس على حد معين ما أظنش. أندم على إيه؟ هو كان في حد منهم وافق على ستايل حياتي
وانا موافقتش عليه؟ لا طبعا مش ندمان. ممكن كان المفروض اني اتنازل عن شويه حاجات في سبيل اني ابقى ماما دلوقتي، مش عارفه. لا 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 مش ندمان. انت ما علي، انا اصلا لسه صغيره قوي. انت ما علي. نفسي يفهموا ان زي ما طبيعي ان ناس تتجوز، طبيعي برضو جدا ان ناس ما تتجوزش. ده قرار شخصي. انا بختي مال من كتر الزن والسؤال. اسكتوا بقى، اخرسوا، اكتموا، سيبوني في حالي، سيبوني في حالي. نفسي بس ما صعبش عليهم. انا احب اهدي الفيديو ده لطنط سلوى وطنط نعمه وطنط ابتهال وجارتي اللي في الخامس وعمتي وبنت خالتي وبنت عمتي اللي لسه متجوزه وهي بتسلم عليا وبتتك قوي وبتقول لي مبروك يا عقبالك. احب اقول لها اني هعضك حته دي. انا احب اهديه لكل واحده لما بتشوفني لاول مره مش عارفه ليه بتبص لامور. لكل واحد حسسني ان بضاعه يا اما يشتريها يا ضبور. والميكانيكي بهدي لكل طنط من الطنطات. بصت في ايدي قبل ما تبص في وشي وهي بتسلم عليا عشان تشوف خدمه الجوده موجود ولا لا. وطنط سلوى وطنط ناديه وطنط عزه وطنط فاديه وطنط مشيره هوريكم كلكم. يا جماعه عادي، عم عبدو عادي، في زي كتير. يا اختي ماشي يا السنيوره كده كده اهو، عايزه لها صوره كده كده اهو، بصت في العدسه كده كده اهو، راحت مكسوره اهم كده اهو، بيقروا عليا قوي قوي وبيحسدوا فيا عليا. أبقى خلاص بام بام برام، خلاص بقيت بام بام برام، خلاص بقيت جنية. تيرارارارا ويقولوا على شعري السايح قال إيه ناعم وكمان نايح، وأنا مهما أسامح وأصالح بيقروا عليا تيرارارارا وبيحسدوا فيا. Thank you.